لا يوجد أفضل من مشاهدة بعض من المقاطع الرائعة التي ليس من السهل على الإنسان رؤيتها بسهولة، وذلك بسبب أنه قد تم تصويرها من زاوية معينة في أوقات مدهشة. ومثل هذه الأشياء سوف نراها الآن في هذا المقطع الذي سوف ينال إعجابك بكل تأكيد. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا نبدأ. هكذا يبدو تصوير انهيار الثلج من فوق السدود باستخدام الطائرة بدون الطيار بطريقة مدهشة للغاية، ولو لم يتم تصويرها لما صدقها أي شخص. قوة الرياح في هذا المكان كانت تجعل مياه الشلال ترتفع إلى أعلى بهذا الشكل. هل يمكنك أن تخبرني ما هو الشيء الذي أدى إلى حدوث هذا الشيء داخل هذا الإطار؟ هذا هو ما يحدث عندما يحاول الرجال البقاء مع بعضهم البعض في إحدى الرحلات. مشهد لا يصدق، تعرضت فيه الكثير من الأمتعة التي كانت توجد على متن هذه الطائرة إلى السقوط بهذا الشكل. يؤكد لنا هذا المقطع على أن هذا الشاب يعتبر واحد من أمهر الشباب في عملية التزلق على الجليد، وذلك بسبب تزلقه بهذا الشكل الرائع أمام كل هذه الصعوبات التي كانت توجد على الطريق. هكذا تم اختبار هذا الجهاز كما لو كانت الطائرة مكانه، وسوف تتعرض إلى الغرق من فوق حاملة الطائرات. حدث هذا الانهيار الأرضي في إندونيسيا في مشهد خطير ومرعب للغاية. يقال أن هذه الرغوة الكبيرة التي تراها أمامك جاءت إلى هنا بسبب استخدام كم كبير من مطافئ الحريق. تخيل ما الذي قد حدث في الداخل. Так оно опускается, открывает, оно выползает. Да, да, про себя. Вот так ползет. Если будет закрыт вот на эту, то она, естественно, ее не откроет. А вот так вот она сейчас это. Нюш, ну-ка продемонстрируй. من الأفضل أن لا يتم تدريب هذا الثعبان على القيام بعمل هذا الشيء لكي لا يتمكن من فتح أبواب باقي الجيران. Откроешь дверь, осилишь или нет? И она открыла и уползла. Нюша,
Хватит нам по подъезду ходить. Давай домой. Нюша. Хватит нам по подъезду ходить. Давай домой. كان من المفترض أن يتم الوقوف بالسيارة بطريقة عادية، ولكن أنا لا أعرف لماذا حدث هذا الشيء. طريقة رائعة لإزالة السقف الخشبي قام بها هذا الرجل لكي يوفر الكثير من الوقت والمجهود. هذا الشيء الذي يحدث يشبه تأثير الدومينو بطريقة رائعة للغاية. هكذا كان أصحاب هذا المنزل يتمتعون بحظ سعيد للغاية، وذلك لأن الثلج الذي كان يوجد على سقف هذا المنزل كان يسقط بمفرده بهذا الشكل. يبدو كما لو كان حقل مائي رائع للغاية، ولكن تم تدميره من قبل هذا الشاب. هذا ما يحدث لحمام السباحة عند حدوث عاصفة خطيرة للغاية. هل لديك تفسير لبقاء الدراجة على هذا الارتفاع بهذا الشكل؟ يظهر هذا الرجل كما لو كان طائراً وقادراً على الطيران بهذا الشكل، وباستخدام الطائرة بدون الطيار تم تصوير هذا الرجل وهو يقوم بعمل هذه الحركات الرائعة والتي نالت إعجاب الكثير من المشاهدين. هكذا كان يبدو حجم الانفجار الضخم والعملاق الذي حدث في هذه المنطقة أثناء إحدى عمليات التعدين. كان هؤلاء الأشخاص يبدو عليهم التناسق والتناغم بدرجة كبيرة جدا في الحركة بطريقة مدهشة للغاية. البقاء في الفضاء أمر مجنون للغاية، حيث أن هذا الرجل كان قادراً على إلقاء بعض من المياه في الهواء في الفضاء، وهذا ما جعل المياه تطير بهذا الشكل المدهش الذي لا يمكن تصديقه. يتحرك هذا الرجل بين هذا العدد الكبير من الدببة كما لو كان يتحرك مع عائلته، وهذا ما يجعله يبدو عليه أنه لم يكن يشعر بالخوف على الإطلاق. هل كنت تعتقد أن مشاهدة مثل هذا المشهد الذي فيه يتم تصريف المياه بعد العواصف من المصارف يظهر بهذا الشكل المدهش جدا؟ هكذا تعرض هذا الجبل الجديد الذي يوجد في ولاية ألاسكا إلى الانهيار بهذا الشكل، حيث سقط هذا الجزء الكبير منه. هكذا يبدو أن الذهاب إلى التزلج في العطلات أمر ممتع للغاية مع هذا العدد الكبير من الناس. هذا ما يحدث عندما يتم استخدام النيتروجين السائل مع الأطباق المتسخة، ولكن مهما كانت النتيجة فلا يجب عليك تجربة هذا الشيء في المنزل. Thank you.
يلا. هكذا استطاع قائد هذه الطائرة استخدام هذه الكاميرا لكي يتمكن من تصوير ما يقوم برؤيته وهو داخل الطائرة عندما يقوم بالشقلبة بها في الهواء بهذه الطريقة. يوضح لك هذا المقطع مدى المهارة الفائقة التي يتمتع بها الحداد في صناعة مثل هذه الأشياء والتي يتم استهلاكها بشكل يومي. لو انتهى تخطيطك للعطلة بالفشل، يجب عليك تجربة القيام بهذا الشيء المدهش جدا. أعتقد أنك سوف تشعر بألم كبير جدا عند مشاهدة هذا المقطع في نفس العضلة التي يقوم هذا الرجل بتحريكها بهذا الشكل. هكذا كان هذا السائق قادراً على تفريغ الحمولة الخاصة به من فوق هذه الشاحنة. تساقط الثلج بكميات كبيرة في سويسرا لم يمنع هؤلاء الأشخاص من الصعود إلى المنحدرات الجبلية. هذا هو ما يبدو عندما يحاول الحيوان التشبث في الأرض أمام قوة الرياح. هكذا كان يحاول هذا الشاب صناعة بعض من الفقاعات بهذه الطريقة المدهشة، وذلك باستخدام هذا الشيء في مشهد رائع للغاية. ليس من السهل هدم هذا البناء في هذه المنطقة التي يعيش فيها عدد كبير جدا من السكان، ولكن من حسن الحظ أنه تم هدم هذا البناء بهذه الطريقة دون أن يتسبب في حدوث أي خسائر كبيرة. يبدو هذا الشيء مثير للغاية عند مشاهدته على الشاشة، ولكن الأشخاص الذين يشاهدونه في الواقع يواجهون تجربة فريدة من نوعها. لم أكن أتوقع أن يكون هذا الحيوان أليف ومسالم بهذه الدرجة. هكذا كانت رحلة الصيد هذه واحدة من الرحلات الصعبة للغاية التي خاضها هؤلاء الأشخاص. خلال هذه الكبسولة يعود رواد الفضاء مرة أخرى من جديد إلى كوكب الأرض بعد غياب لمدة 6 أشهر ونصف، مما يجعلهم يشعرون شعوراً لا مثيل له بعد التعرض للجاذبية مرة أخرى من جديد على كوكب الأرض. هكذا يتمكن قائد الطائرات من مشاهدة بعض من الظواهر الطبيعية من زاوية أخرى لا يستطيع أي شخص رؤيتها على الإطلاق. هكذا كان يتحرك هذا القطار بمفرده، مما جعله يبدو كما لو كان قطار أشباح. تا
تم تصوير الكثير من الحفارات التي تعمل على تدمير هذا البناء بهذا الشكل طوال الليل في مشهد يبدو كما لو كان واحداً من المشاهد في الأفلام. كل ما كان يحاول هذا الشاب القيام به هو مساعدة هذه البطة الصغيرة على الصعود، ولكن من الواضح أن البطة الأم تعترض على هذا الشيء ولا ترغب في أن يقترب أي حيوان آخر من أبنائها. بسبب كمية الأمطار الكبيرة التي كانت توجد في هذه المنطقة لم يكن من السهل على أي شخص البقاء في هذا المرآب، وذلك بسبب حدوث هذه الدوامة الغريبة. هل رأيت عناقاً بين شخص وحيوان بهذه الطريقة من قبل؟ بيلي. في مشهد رائع جدا يظهر كيف كان هؤلاء العمال قادرين على العمل بطريقة متزامنة في مشهد لا يصدق. هل ترغب في القيام بواحدة من الرحلات بهذا الشكل وركوب مثل هذه الدراجة المائية؟ لهذا يعتبر المحيط واحد من الأماكن التي من الممكن أن تظهر لك فيه أي مفاجأة في أي وقت دون أن تتوقع هذا الشيء. من الواضح أن هذه هي الطريقة التي يتم اتباعها لمصارعة الثيران في آسيا. لحظات من الحياة الواقعية لهؤلاء البطاريق التي يعتقد البعض أنه واحد من مشاهد أفلام الكرتون، ولكنه مشهد حقيقي يحدث بالفعل كل يوم. هكذا استطاع هذا الشاب أن يجعل الطائرات بدون الطيار تقوم بعمل هذه العروض الرائعة. مرونة رائعة وحظ لا مثيل له.
انظر كيف كانت هذه الكرة قادرة على التنطط باستمرار فوق هذا اللوح المعدني، كما لو كانت عبارة عن كرة سلة، بالرغم من أنها كرة معدنية. أدرك هذا الشاب أنه يتمتع بحظ سعيد للغاية، حيث استطاع الابتعاد في الوقت المناسب. هل كنت تعتقد أن شكل الأنفاق المخصصة لتدفق المياه يبدو بهذا الشكل عند تصويره من الأعلى؟ استطاع هذا الرجل تكوين واحدة من طاولات لعبة البلياردو بتصميم رائع جداً. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إلى اللقاء.